فرنسا بالخصوص من هذه الجولة التحديثية. في نفس الوقت نقطة الدرس الثاني هو التصدير بحال قلت لك كل ما هو يعني تقليدي مناهض لقيام الديمقراطية الوطنية رجعت المنهج عبد الكريم الخطابي في المقاومة العمل المسلح رجعوا الفدائيين في 1953 وجيش التحرير تأسس في الجنوب وفي الشريف وفي شمال المغرب، يعني الحركة الوطنية بنفسها رجعت المنهج عبد الكريم الخطابي في الكفاح المسلح والمقاومة. فالاستمرار ما يمكنش نفصلوا ما بين يعني حرب الريف والنتائج ديالها وبين عمل الحركة الوطنية في عدة تجليات. أنا أستاذ مجرد أسئلة أخذتها وشكرا إلى طولت عليكم استسمح راني أستاذ محمد مرابطي كلمة على ما أعتقد أستاذ السعادي أرد على نقش الكتاب وأرد على مجموعة الأسئلة للطرحات من طرف الأستاذ محمد مرابطي. بعد ذلك سنتقرحني أعطي الكلمة للأستاذ الغزيري يلقي نظرة مختصرة على الكتاب السابق هو نقد العقل المغاربي للأستاذ علي الإدريسي بحواره كمدخل لهذا الكتاب الثاني. تفضل أستاذ العزيز. شكرا جزيلا من مولاي أحمد الأستاذ المحترم الدكتور مولاي أحمد الموصي حفيد أول مدرسة في أجدير من تأسيس الأمين الخطابي. شكرا لأستاذ محمد المرتي على قراءته المركزة، حتى إذا كنت أختلف مع الأستاذ سي أحمد والأستاذ سي محمد فلأوضح بعض النقاط التي أنا أراها وقد يراه هو وقد يرى الآخر كذلك وقد يرى. سأبدأ بالموضوع يعني بعد هذا الشكر وبعد التقدير والاحترام. كلا الأخوان ذكر كلمة الموضوعية، أن الإدريسي كتب في موضوعية، أنا لم أكتب في موضوعية. علاش؟ لأن الإنسان كائن منتمي، مدام كائن منتمي معنى عنده تاريخ، عنده جماعة، عنده مشاعر، عنده عواطف، عنده مشاركات. ولكن ماذا نطلب من الإنسان الذي يكتب في الشؤون الإنسانية؟ في المسائل في العلوم الإنسانية نطلب منه أن يكون نزيها. اليوم نحن نرى أن كثيرا من الكتابات تدعي بأنها موضوعية، الموضوعية بس أكاديمية، ولكن في التاريخ وفي العلوم الإنسانية ليس هناك موضوعية. حتى في الفيزياء نحن نعرف في أن أيام الحرب الباردة ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي كان هناك خلاف قوي في قضية الذرة المنقسمة وغير المنقسمة بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، كل يخدم حسب إيديولوجيته. إذن في العلوم الإنسانية نطلب منا ومنا جميعا ومنكم ومن كلنا نطلب نكون نزيهين، ثم أن تكون لدينا المخدرة على الدفاع على أفكارنا، الدفاع المنطقي، الدفاع بالخرائط، الدفاع بالأدلة، الدفاع بالوثائق إلى آخره. هذه النقطة اللي بغيت نتكلم عليها في الأول. النقطة الثانية ذكر الأخوين أو الأخوان ذكر بأنني أنا مؤرخ. لا، أنا لست مؤرخ. المؤرخ ينطلق من أحداث تاريخية ووثائق تاريخية، لا تاريخ بدون وثائق. وإنما ما هي مهمتي أنا؟ ماذا وجدت نفسي داخل هذا العمل؟ هو أنني قارئ للتاريخ. أنا كنقرأ التاريخ، وعندما أقرأ التاريخ تظهر لي ظواهر تاريخية، ظواهر لفينومين هيستوريك. عبد الكريم بالنسبة إلي ليس محاربا وليس قاتلا وليس كذا، وإنما هو ظاهرة تاريخية. يعني ما هي دوافعه إلى القيام بالعمل؟ وماذا حقق؟ وماذا لم يحقق؟ وما هي النتائج والتداعيات والتبعيات؟ وهو هذه الأمور هي التي يتبناها الجميع. أما المؤرخ يحاول أن يكتشف
المسائل بالوثائق، مسألة جمالية لم يهتم بالوثائق المغربية تماما، يهتم فقط بالوثائق الفرنسية والإسبانية، وهذا ليس موضوعيا. جمال عياش كانت عنده رسالة يريد أن يرسلها، استعمل المنهج التاريخي ولكن لم يكن عالما أو موضوعيا، لأنه أيضا ربما عندما نقال وحسب أنه كان نزيها، نزيها بالنسبة للوثائق التي اعتمد عليها وليس للمفكر الحر. وأنا ناقشت هذا سواء في كتابي السابق تاريخ المحاصر أو قليلا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. طيب، هناك فكرة يعني حاول أن يوضحها الأستاذ سي محمد المرطي، التوجه الحضاري لعبد الكريم. هل عبد الكريم كان مجرد محارب؟ ولكن عفوا، قبل ما نتكلم على المحارب والمقاومة كذا، نتكلم على شيء. هناك خلط عندنا في المغرب، خلط كبير للأسف، شيء مؤسف. نخلط، نعتبر المقاوم هو المحارب، في حين نحن نعرف بأن عندنا في الرباط هذيك الأخوة المندوبية السامية. كيف كتسمى المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير؟ إذن المخزن أو الدولة أو الحكومة أو كذا تميز بين أمرين، بين المقاوم وبين المحرر، وهو المهم الموضوع الذي حاولت أن أطرحه. لا أقدم عليه كل إجابات، لأن أنا يهمني أن أطرح للناس وخاصة الأولاد الشباب الباحثين لكي يميزوا لنا ما هو الفرق ما بين الحركة السياسية الوطنية. عندما نتكلم عن الحركة الوطنية ينبغي أن نضيف أحد الأمرين، إما أن نقول الحركة الوطنية السياسية أو نقول الحركة الوطنية التحريرية. جيش التحرير هم فرع من الحركة الوطنية التحريرية، أما المقاومين هم سياسيين، حتى إذا ماتوا في مظاهرة وكذا استعملوا من قبل سياسيين. وهناك يعني الكتاب يطرح هذه القضية بشيء من الاستفزاز. لماذا الاستفزاز؟ من أجل أن يقوم الناس بالإجابة، من أجل أن يقوم الناس بنخذ. قولي أنت تخربق، أنت لا تعرف شيئا، ولكن اللي توقف عند هذه العبارة أنت تخربق ولا تعرف شيئا لا أهتم به. أنا أهتم فقط بالذي يقدم لي إضافات، ويقدم لنا جميعا إضافات، ويقدم لأبنائنا الباحثين إضافات لكي نبحث، لكي نكتشف، لكي نعرف. فلهذا أسميت عنوان صغير في الكتاب وقائع وآفاق. ماذا وقع؟ ما هي الوقائع التي وقعت للوقائع التي تقع في المستقبل؟ المستقبل في الآفاق. الآفاق معنى ماذا فعلنا وماذا تركنا لأجيال الشباب لكي يفعلوا، لكي يعملوا، لكي يتفاعلوا، لكي يكونوا فاعلين، فاعلين وليس منفعلين. الانفعال سهل، عواطف، مشاعر، وفق ايديولوجيتنا، وفق اختياراتنا الفكرية، وفق جمعيتنا المحلية أو الوطنية أو الدولية، أو وفق زبونيتنا لفكر معين، لفكر المشرق اللي هو نعتبره التراث، أو لفكر الغرب الذي نعتبره حداثة. بحد ما نستطيع أن نناقش ما بين الوطنية السياسية والوطنية التحريرية، نناقش أيضا ما بين الفكر التراثي. قال السلف الصالح، نحن نريد ماشي قال السلف الصالح، عمل السلف الصالح، وماذا تفعلون أنتم؟ ثم لا نريد أن نكون مجرد زبناء تجار للحداثة الغربية. ماذا أحدثنا؟
فعندما تكلمت على عبد الكريم في هذا الموضوع وليس عبد الكريم كشخص فقط أنا تحدثت دائما ستجدون إن شاء الله في الكتاب عبارة عبد الكريم ورفاقه هذا الأمريكي الذي دخل الريف في 25 اندهش من فكر الحاتمي اندهش من القيادة سواء حتى يقول أن وزير الداخلية كان غليظا قلت له عندك الحق لأن وزير الداخلية لك مهمة لأن يكون غليظ ولكن عندما يتكلم عن حتى إذا لم أقابله هو الوجبان قل له رجل خارق العادة ويتكلم عن ضابط في التي قابله أول مرة في مضار قل له ضابط صغير ولكن كنت أعتبر نفسي أخاطب إنسان يفهم ولا يحتاج إلى من يساعدني كيف ما ولكأنني أقف أمام ضابط أوروبي كبير ولا أمريكي إذن كانت هناك أطر ونحاب وخاصة كان يتحدث هذا الأمريكي بنساشين يتحدث أن الهم ديال عبد الكريم ورفاقه ما هو؟ هو تصنيع المنطقة أن المنطقة لا حل لها المنطقة ديال الريف لا حل لها إلا الصناعة إلا الاقتصاد المنتج فلهذا عندما طرحت أستاذ سي محمد عندما طرحت في الفصول الأخيرة من القسم الثاني أشرت هذه الموضوعات بشيء من يعني من الألم وليس من الفرح أين نخبنا الاقتصادية؟ أين نخبنا السياحية؟ منطقة الشمال من طنجة إلى سعيدية منطقة سياحية مقابل المنطقة الأندلسية في الأندلس تدخل أكثر من 30 مليار سنويا من المداخل السياحية إحنا ما عندناش سياحة ما عندناش صناعة سياحية ما عندناش صناعة سياحية ما عندناش صناعة معدنية أنا عندما كنت شابا في 25-26-27 حتى 30 قرأت بعض الأشياء قد تكون صحيحة وقد لا تكون لأن لست اقتصاديا ولست يعني في هذا المجال قرأت أن كان هناك اعتراض غربي أمريكي وفرنسي أن الريف محسوش يكون صناعي علاش؟ خوف من البروليتاريا من الطبقة العاملة الثورية وهم يعرفون أن الريفيين مندفعين أو مندفعون سرعان ما يغضبون سرعان ما يتجهون العمل وهذه النقطة ذكرت في الكتاب أشياء منها من بينها هي مثلا في مجال المقارنة المباشرة وغير المباشرة ذكرت في الكتاب أن أهل فاس في 1921 مرض اليوتر جنرال اليوتر يعني الذي استعمر المغرب فقرر كبراء فاس نسمع جيدا كبراء من هم كبار التجار أو إذا بغينا نقول نخباء التجار نخباء تصوف نخباء العلم العلماء الدين لأن التصوف شيء والعلماء الدين شيء تاني كذلك وغيرهم يعني كبار فاتفقوا جميعا أن يحمل كل واحد علمه علم ديال المنطقة مش ديال المنطقة ديال الزاوية ولا ديال يعني التجارة ولا كذا ذهبوا جميعا إلى قصر اليوتي وقفوا أمام نوافذه السفلية سودي دواجت النخصة ماذا يفعلون؟ يقرؤون اللطيف يا لطيف ألطف لحبيب الإسلام ومشير المسلمين اليوتر
اليوسي سمعهم قالوا له نطلب منك المرض ديالك كاين علاجه، أن تذهب لزيارة مولاي إدريس والخلويين، فمولاي إدريس فيه البركة لازم تمرض. قال لهم شكرا بارك الله فيكم، أنا أؤمن بهذا الكلام، ولكن أنا الآن على موعد مع سفر إلى فرنسا من أجل عملية، من أجل كانت عنده الكبدة تشويش. إسفا روح مشيت بهذه المهمة لينها خان. هذا الناس كيف نحكم عليهم أو نحكم لهم؟ هل هم مسلمون؟ نعم مسلمون. هل هم مؤمنون؟ نعم مؤمنون. ولماذا وقفوا مع اليوتي؟ المصلحة الوطنية هي المصلحة، والمصلحة هي الوطنية. وهذا ما لم يفعله لا محمد شريف مزيان، سيدي محمد شريف مزيان، ولا عبد الكريم، ولا الآخرين في الصحراء، ولا في زيان، ولا في أماكن أخرى. وإن كانت مقاومتهم أو حربهم التحريرية كانت ضعيفة، إذن سؤال موجه إليكم، هل كانوا على صواب يعني هؤلاء الفاسدون، أم عبد الكريم كان على خطأ، بل أنه هو اللي كان على صواب وهما كانوا لم يكونوا؟ سؤال الذي لا يسأل يتعلم، الذي لا يسأل لا يعرف. أنا الإخوان قالوا لي بأنا مؤرخ، أنا لست مؤرخا، أنا دارس فلسفة، أنا أستاذ فلسفة، والفلسفة تبدأ بالسؤال، بدون سؤال لن نستطيع أن نعرف شيئا. والذي يكتفي بالسمع للآخرين، قال فلان، قال الشيخ، قال السلف الصالح، قال كذا، قال هذا، لا نعتد بآرائه ولا نستطيع أن نكون يعني مخلصين للعقل وللفكر. إذن هنا أعود إلى قضية التوجه الحضاري لعبد الكريم ورفاقه. طبعا مرحبا أستاذ عبد الكريم، أنا في كتابي هذا الذي مشي هذا السابق درست جانب من جوانب رؤية حضارية لأناس لمفكرين من شمال أفريقيا، ووجدت في ذلك الوقت وجدت شخصين مهمين، ابن خلدون من آخر نهاية القرن الوسطى يعني القرن الرابع عشر الميلادي، وفي زمن الاستعمار وجدت مالك بن نبي الجزائري مزيان. ولكن فيما بعد بدأت أفكر في المغرب ما كاين حد، ما عندنا حتى واحد ساهم ولا عمل ولا اقترح ولا كذا، ولا عنده رؤية حضارية. ويا لي حسن حظي اكتشفت أن عبد الكريم الخطابي يعني الأمير مولاي محمد الخطابي كان من كبار الموجهين إلى الحضارة. كيف؟ العبارة التي ذكرها الأستاذ والتي هي موجودة في الكتاب فعلا، ثم قضيتين، إذا جئتم ثم قلوا لما هما القضيتين. القضية هذه التي ذكرها الأستاذ يقول أنا مسلم وأمارس شعائر ديني، ولكني أريد أن أرى في بلادي مداخل المصانع والمعامل أكثر من المساجد. اليوم عندما نذهب من هنا من حسيمة إلى تطوان أو إلى أي مكان نجد عشرات المساجد. تبارك الله، هذا جانب روحي، جانب ديني عظيم، ولكن كان سيكون العمل أعظم لو كان جانب كل مسجد معمل ومصنع. الناس لا يعيشون فقط بالدعاء، لا يعيشون فقط بالشكر لله، هذا واجب، ولكن الأجمل من هذا كله أن تكون لدينا يعني كيفيات الحياة. هذه كيفيات الحياة
تقودنا إلى مقال قديم في ال تقودنا إلى 1952 في مصر. قرأت ذات مرة وأنا ما زلت شابا كنت في القاهرة، قرأت أن عبد الكريم يقول ثلاثة إذا تعاونوا وتآزروا قادوا هذا العالم إلى السلام والسلامة، وإذا اختلفوا وتنافروا خذوا هذا العالم من الهاوية. لا أخفي عليكم وأنا إنسان بسيط وضعيف، ولكني كنت أبحث عن معنى هذا الكلام.